شنكلو شنكلو جننو. ناموا هم وسهروا. لسه برضه مش عايزه تصالحي اشرف؟ مش فكره اصالحه، هو الموضوع كله مش مريحني. عارف يا كريم، انا واشرف مخطوبين بقالنا سنه، بس هو بيحبني بقاله 3 سنين. طب ليه ما بتتجوزوش؟ مش عارفه، حاسه ان احتمال اقابل شخص تاني. شخص تاني؟ طب واشرف؟ اشرف ما هو موجود، يعني هيروح فين؟ بس انا نفسي اقابل حد تاني يعني. وهي لو ظلمت قوي بقى، اشرف موجود. ايه ده؟ يعني انت مش فارقه معاكي تتجوزي اي حد وخلاص؟ لا طبعا، انا عايزه حد لذيذ وديسنت وهانسن، وعايزاه يكون غني ومثقف وشغلانته كويسه وبيحب الرقص والغنى والمزيكا، واصحابه يكونوا لذيذ. طب وده بقى نلاقيه فين؟ هلاقي. الباب 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 اقفل. وبنرجع لكم مره تانية على الهوا، وقبل ما نكمل فقراتنا النهارده هناخد مكالمه تليفونيه ونقول الو. الو. ايوه ايوه يا دينا، انا ابراهيم من ارض اللواء، انا عايز اسمع الفوني ام. مفيش حاجه للفوني ام. واضح ان احنا عندنا النهارده مشكله مع الاتصالات التليفونيه، لحد ما تتصلح المشكله دي هسيبكم مع اغنيه تانيه لنات كينج كول، يا رب تعجبكم. بصي يا اشرف، انا يعني الفتره اللي فاتت دي قعدت فكرت في الموضوع كتير قوي، وبصراحه يعني مش عارفه ان كانت علاقتنا يعني صح ولا ايه. يعني اكتشفت ان احنا بعاد عن بعض خالص، يعني ميولنا هواياتنا اهتماماتنا مفيش اي حاجه مشتركه ما بيننا. ايه مثلا؟ انا بحب الرقص والغنى والمزيكا والسفر، وانت مش كده خالص. انت بتبصلي كده ليه؟ اصل انت كلامك غريب جدا. انا فاكر كويس قوي ان ده كان من اسباب ارتباطنا ببعض. انت قلتيلي احلى حاجة في علاقتنا ان احنا نكون مختلفين، وقلتيلي ان انا لو كنت بفكر في الحاجات اللي انت بتحبيها الموضوع هيبقى ممل. مش ده كان كلامك برضو؟ مش عارفة بقى يا اشرف، افهمني، انا الموضوع كله بقى تقيل عليا، يعني مش حاسة ان انا قادرة اكمل. بعدين الارتباط بالنسبة لي بقى حاجة بتضغط عليا، يمكن العيب مني انا. ياه، واكتشفتي ده بعد 3 سنين؟ ما هو انا كنت بحاول، وبعدين يعني لقيت ان انا مش قادرة، ولما لقيت كده قلت ان انا لازم اقولك، بس بصراحة يعني كنت مترددة شوية. يعني اشرف ممكن تساعدني في ان احنا نسيب بعض؟ وكمان عايزانا اساعدك. بص يا دينا، انا بحبك اوكي، ومن 3 سنين ويمكن اكتر ماشي، بس واضح اني اخترت غلط، وانا اللي لازم اتحمل ده. اشرف انا مش عايزاك تبقى متضايق، يعني مش عايزاك تزعل مني. لا 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 خالص، مفيش اي زعل خالص. اصل انا اتضايق ولا انت اتضايقي ولا كل الكلام ده على ايه؟ احنا بصي، احنا نقف لحد هنا يعني، ماشي؟ لان ايه اصل مفيش معنى ان احنا نكمل، يعني نكمل عشان ايه يعني؟ كريم، هو يا اختي البتاع ده هنفضل حاطينه قد ايه على وشنا؟ 10 دقايق، ربع ساعة. كان عندي طبيخ. هلا، اشمعنى انا حاطه ليه توت بري؟ عشان انتي بشرتك حساسة، ما تستحملش المانجا. يا ولد يا قليل الأدب، تعالى يا ولد، تعالى هنا، تعالى المانجا يا ولد. يا تعالى هنا يا ولد، تعالى يا ولد، تعالى. انا لما امسكك هديك على، انا مش قادره.
كريم انا حتى حكي بعيد عن الاولاد. شكلك عايز الاوضه. لا لا تحب لما حكي. لا لا انا اللي هلم نفسي واخرج. لا مفيش حاجه. اوكي وبعدين يا ابني ما تجننيش ارفع ايدك. لا مؤاخذه يا كريم جعان حضر لك تاكل. لا لا شكرا. يا ابني اقعد جننتني بقى. امي عيط. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقى لها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط مش سامعه. ده بيهبط. كريم ليه؟ ايه اللي جاي؟ ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني فيه انت بتعمل ايه؟ ايه ده في حاجه في هدومي؟ ايه ده انا رايح اصيف ولا ايه؟ انت هتيجي تقعد عندي يومين تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ اه طب وهذا؟ ما تقلقش انا هظبطك. لا ما تدورش هما بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتتفش؟ هسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت خضري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم بعد العشره الطويله اللي بينا دي هتسيبني. عشره ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح توشكا. توشكا؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمه حضرتك. انت بتعمل ايه فورس؟ يا تيتا طالع سفريه تبع الشغل. شغل؟ ايه صار؟ ايه؟ يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انتي خدتي مكاني النهارده في الشفت. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس عيب اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى ده انت عيل نكد. مين ده؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا. اتفضل. كريم ده؟ كريم؟ ها؟ طيب حبيب قلبي. تعال يا حبيبي اسمع. ايه الشنطة دي يا حبيبي؟ أنا أصل المواسير ضربت عندي. وغرقت الدنيا. تاني؟ وقعد بقى أنا غرقان في المية بقالي يومين. واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد إيه دي؟ قال لك أسبوع أو 10 أيام. قلت أجي أقعد عندك هنا الأسبوع أو 10 أيام دول. يا سيدي أسبوع، شهر، سنة، البيت بيتك. الله يخليك. إيه؟ 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 إيه مر رقبتك؟ لا مش قصدي، ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في أوضتي بقى عشان الأوضة اللي أنت متعود تبات فيها قاعدة فيها مهما معلش. يلا مفيش مشكلة. يا حبيبي. بس عليك بس. يو؟ معلش بقى من خالي وأنا ما بتقولوش غير يعني. كل شهر هلا. ازيك؟ لا بتسأل قوي. على فكره انا ابدع منك. ما انا عارف طبعا. انا رايح اجيب دي. انت بجد؟ طب هترضى تقابلك؟ طب هتقولي لها ايه؟ انت مالك؟ هقول لها ايه؟ هقول لها تيجي تعملي الدعايه للسنتر بتاعي. المهم عايزاك بكره تكون موجود عندي الساعه 2. اوكي؟ اوكي. هلا انا مش عارف اقول لك ايه. ثانك يو ابريشيت. انت جدعه قوي. ما انا عارف. المهم شد حيلك بكره. يا رب. باي. الو دندونه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ وحشاني. بقول لك ايه،
كريم هيعدي عليا بكره على الساعه 2 في السنتر. ما تجيلي مها وتيجو، وحشني جدا، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. خلاص بكره الساعه 2. اوكي باي. انا هلا رفعت صاحبه كريم من ايام الجامعه. اتفضل. كريم حكى لي على اللي حصل بينكم. الموضوع ده انتهى خلاص. مش ممكن قصه الحب الجميله دي تنتهي بالسرعه دي. انت لسه بتحبيه، ادي لنفسك فرصه ثانيه. اسمعي، مش انت يكون مظلوم؟ انا شايفاه بعيني. اوكي مش هتخسري حاجه لو قابلتيه مره كمان. هو جاي لي بكره الجيم في السنتر بتاعي الساعه 2. ده عنواني، حاولي تيجي. اوكي باي. ما تقلقش زمان هجايه.